السائل يسأل عن صراع النفس، أقول ما السبب من ناحية دينية في صراع النفس؟ السؤال ده سؤال كبير يا أخوان. صراع النفس في ماذا؟ قد يكون سبب صراع النفس إنه الإنسان مثلا شايف في نفسه في معاصي، وإنه سمع المحاضرات والكلام الطيب، وإنسان دار يستقيم على الجادة وكذا، ولاقي في نفسه جوا في صراع. أو إنسان مثلا قد يكون داري مش كويس، وفي ناس مثلا أصدقاء سوء ملتفين حوله ما دارين يفكوه، وزمان مثلا مشى معاهم حفلة أو عمل معاهم مصيبة، وخايف إنه لو مرق إنه شنو؟ إنه يعيروه بالقديم. أو قد يكون إنسان مشى بدأ كويس، وبعد ذاك بدت نفسه أو عنده معاصي بالسر، معاصي بالسر بقت يعني تقول له يا أخي أنت قدام الناس بيوش، وأنت بينك وبين الله بيوش، وهكذا. فمن هنا يحصل صراع. أو إنسان قد يكون مثلا عرف معلومة دينية وعنده زول عزيز عليه واقع في خلافة، فده أيضا يحدث له صراع. الحل بأنه الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والهداية، وأن يعمل الإنسان الأسباب. إذا كنت مثلا في ناس بيؤذوك على المعصية أو بيمنعوك من الطاعة، ديل فارقهم ولا تبالي ولا تجامل أحدا، عشان ما تتورط يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، عشان ما تتورط بعدين يوم القيامة. فالإنسان ما يعايل للناس يا أخوان، ما تعايل للناس، واستحمل. بيقولوا لك كلام شين، هو رب العالمين ما سلم من الخلق، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر سلم من الناس، فلن تسلم أنت، هيقولوا عليك كلام كثير. أصبر وسيعود ذامك من الناس مادحا، طال الزمان أو قصر، ربنا سبحانه وتعالى يعوضك خيرا منه. سؤالان نبيهما في سؤال إن شاء الله، اختصارا للزمن، ما حكم تعلم العلم الشرعي، وكيف نوفق بينه وبين العلم الأكاديمي؟ طيب، العلم الشرعي يا أخواننا منه أمور ضرورية أو أمور فروض أعيان، وأمور فروض كفايات، وأمور هي من المستحبات. فروض الأعيان زي تعلمك للتوحيد، ده فرض عين، يأثم الإنسان بترك تعلمه. زي الصلاة، العلماء سموه العبادة الحاضرة، يعني دار تمشي تصلي لابد تتعلم أحكام الصلاة، بتين مثلا تكون طاهر في الأحوال الآتية، شروط الصلاة، الطهارة إلى آخر، دي لابد تكون عارفة. جيت تعمل عمرة مثلا، تكون عارف أحكام العمرة. جاء رمضان، تكون عارف أحكام الصيام، وهكذا. ليه؟ لأن العبادة لابد فيها من العلم. ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال العلماء فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لابد أول حاجة الإنسان يتعلم، فده اسمه فروض الأعيان. في حاجة اسمها فروض الكفايات، زي الدعوة إلى الله، والدعوة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وتذكير المسلمين وكذا وكذا. ودي أخواننا إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن المسلمين، وإن لم يقم بها من يكفي أثم المسلمون جميعا، ووجب عليهم أن يساهموا بالمال وبالنفس وبغير ذلك في أن يخرج من يقوم بهذا الفرض الكفاية. الإنسان الدار يتعلم يا أخواننا ما شرط يحفظ القرآن كله، العلوم الضرورية، يعني الشرط هو إنه ما لا يصح العمل الشرعي إلا به. تقرأ مثلا كتب معينة في العقيدة والتوحيد، تقرأ كتب معينة في الصلاة، مثلا أنت بتلاقيك مسائل مهمة مثلا في مجال عملك وقرايتك في مسائل الطب وغيره، فتقرأ
أشياء معينة، تعرف أحكامها، دي كلها أخواننا مهمة للإنسان. فدي أنت إذا تعلمتها كده رفعت الإثم عن نفسك. التوفيق بين الإنسان يجعل لها زمن ولو 10 دقائق في اليوم، 10 دقائق بس في اليوم أحفظ فيها مسألة معينة. المسألة الأولى: ربنا خلقنا للعبادة، الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. كده المسألة حفظتها تمام، زي ما بتحفظ العلوم الدنيوية أو أكثر، خليها تعال راجع الأسبوع الجاي وزيد عليها. وهكذا إنما العلم بالتعلم، وإنما السيل شنو؟ قطرة، صح ولا ما صح؟ فبالمعلومة مع المعلومة. عشان كده ابن عباس تعلم سورة البقرة في 8 سنوات. ابن عباس ده لو سمع الكلام سايب يحفظه، لكن تعلمه شنو؟ في 8 سنة. فأنت بس اجعل لك برنامج بحسب برنامجك، إن شاء الله يكون مع الصلوات الخمسة. أول حاجة ده يفيدك إنك تحافظ على الصلوات، ويفيدك إنك تزداد علم يومي. يعني تخيل 5 دقائق بس يوميا، دي كم؟ قريبا نص ساعة في اليوم، 5 دقائق بس، ولا حاجة كثيرة. تمشي تتجهز بدري، تمشي تحضر الصف الأول، شوف ذاته بعد الحسنات تدعو بعضها البعض، تلقى بعد ذا عندك حسنات تانية.